أشهد أن لا ناموس، أنت قانون من قوانين الكون.
الفلك من الافلاك ما وقفت ادور عليك. محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقفت ادور عليك. الدكتور حول ذلك، حول كتاب الله وسنه رسوله. اذا خرجت حياتك من كتاب الله وسنه رسوله فهي مضروبه في ناقص واحد مش سبب. ناقص واحد ما عندهاش معنى، لا حي. لا معنى لحياتك. كسبت المال، كسبت الثروه، كسبت المنصب، كسبت الجاه، كسبت السلطان، لا قيمه ذلك. كاين بعض الناس يعيش عزيز، هو منصبه مثل عزيز، لكن انت ما تحتاجوش، فعزته ناقصه، لان مقدار العزه عند الشخص يقوم بمقدار الاحتياج اليه. فلو وجد شخص يحتاجه كاع الناس فهو اعز الناس، لكن في واحد يعني ممكن هو عزيز في نفسه ومنصب، ولكن انت ما تحتاجوش، فعندك انت مش عزيز. ومن ناحيتك انت ليس عزيزا، ولكن الله تعالى عزيز، لان الناس كلهم يحتاج اليه، فهو يعز ويرفع الشعر. قل اللهم ملك الملك تنزل ملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يا ايها الاخوه، نفس الموضوع مع بعض. قلنا دوره التفكير، دوره التغيير في حياه الانسان، وانا اعطيت افكار عامه، توجيهات عامه. الموضوع له سجون، نحتاج الى حلقات. كل حلقه ممكن كل يعني فكره ممكن تدورها حلقه او اثنين. نتكلم عن الادراك، الادراك واسع، كيف تبدا، كيف تنهي، كيف الى غير ذلك. طيب احنا ذكرنا بأن بداية الطريق من الإدراك، الإدراك الصحيح. طيب ثاني شيء إدراك الأفكار، يعني تكوين الأفكار، تكوين الفكرة، ثم التفكير، تركيز بالتفكير، ثم بعد ذلك صناعة المشاعر، وبعد ذلك صناعة السلوك. هو المفروض هذا هو المفروض عند الإنسان. طيب الإنسان، نحن نؤمن بالله، نحن نقف، ما الغاية من وجودنا؟ ما الغاية؟ ندرك أننا نحن عبيد لله، كيف نكون عبيد لذلك؟ لازم نشعر بالعبودية، لأنه الحرية مثلا، لو تجيبوا تعاليم الفلاسفة للحرية، باو انتهى. ولكن أفضل تعاليم وأصح تعريف للحرية أن نقول أن الحرية هي أن تكون عبدا لله. كلمة لله، لو تكون عبد لأهوائك مش حر. إذا من هو الحر؟ هو العبد. أنت حر في ضمن عبوديتك، لكن تركت عبودية الله فأنت عبد للأهواء، عبد للمال، عبد للناس، عبد لكل الأغراض. هذه الأشياء. في قصة امرأة، هذه القصة تثيرني كثيرا. كان يعني واحدة من النساء كانوا يتباعوا بالنساء في السوق، يعني العبيد، يعني في زمن آخر التابعين شوية كان موجود، ما زال موجود، والإسلام قضى على الاستعباد، ولكن كان الناس عندهم، فكان يعني يوجد حلول لهذه القضايا. فواحدة من النساء من التابعين يتجول في سوق الأسواق، فشاف ما تباع، راح حرره، شراه وحرره، قال أنت فرغ في سبيل الله، واخذ اجرا عظيما لا شك. بعد ما حررها المسكينه لا تعرف لها اهل ولا ناس، جاء بها من بلد الى بلد، ودخلت سوق واحد السوق، فقالت له يا سيدي ومن يكون لي؟ ليس عندي في هذه البلاد شخص اعرفه، فهلا اخذتني الى بيتك وجعلتني مع خدمك وأهل بيتك. فنظر الرجل وأخذها إلى بيته. خلاص. اقعد تبكي، تشوف مرتي، قومي معنا للخدمة، وكنت واحدة من الأقدار. وجعل لها أجرة في بيته الكبير، وصارت هي تقوم بشغلها، وفي نهاية المطاف تذهب إلى أجرتها، ولكن كانت عاجزة، مؤمنة لله. كانت تبيع تصلي، تعبد وتذكر الله وتدعو. وسيدها غير منتبه. في يوم من الايام وفي ليله من الليالي تنبه سيدها لصوت يخرج من غرفتها.
صوت كأن واحد يبكي أو واحد يناجي. يقترب يقترب، قاده الصوت إلى أن وقف أمام حجرة الفتاة. وقف وإذا بها يسمعها تبكي وتقول: اللهم بحبك لي ارزقني، اللهم بحبك لي اغفرني، اللهم بحبك لي اعوذ. صاحب الدعاء الرجل أذنه لم تستطع، أو أذناه لم تستطيع أن تتحملان هذا الأمر. كيف تقول بحبك لي؟ فدق على الباب، قال: يا أمة الله، ما هذه الجراءة على الله؟ كيف تقولين بحبك لي؟ قولي بحبي لك. هل دعاء المتاة: اللهم بحبي لك يا رب، أنا أحبك فأعطيني كذا. المرأة فقهت هذه المسألة أكثر من شيء. خرجت إليه بعدما أخذت ستارها، ثم نظرت في وجهي، ثم خفضت نظرها، ثم قالت له كلمة احفظوها يا أخي. قالت له: يا سيدي، والله لولا حبه لي ما انقضني في هذه الساعة أتعلم. ثم قالت: يا سيدي، أو ما قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسبق حبه له عن حبهم له، لانه لولا انه احبهم ما احبوا. فحبك لله توفيق من الله لانك احببته، فكل شيء منه اليه. فاذا وجدت جالس معنا مستمتع